اهلا بيكم، اهلا بكم على قناة ناتو عربية. ما تنساش وانت داخل الفيديو تحط اللايك بتاعك والاشتراك الجميل والتعليق الجميل على قناة ناتو عربية على الفيديو ده. يعني النهاردة الفيديو بتاعنا هو فيديو عن يوم الفراغ العظيم. ايوه، يوم الفراغ العظيم. يعني ايه يوم الفراغ العظيم بقى؟ يعني زي ما انت شايف كده حضرتك مفيش اي فعاليات في اللعبة. ناس هتقول لي ده لسه الفعاليات هتيجي. لا، فعاليات ايه اللي هتيجي يا جماعه؟ يعني اغلبيه الفعاليات لك ان تتخيل ان كل الفعاليات هي فعاليات، عندك فعاليتين منهم ثابتين اساسا، وفعاليه محدده المده اللي هي معهد التكتيكات وحصار الصور والتفوق الجوي. الفيديو ده طبعا هينزل فعاليات بس مش دلوقتي، يعني لسه قدامنا وقت عما ينزل الفعاليات الجديده. ولكن توقعاتكم ايه اللي ممكن تفيدوا بيهم اللاعبين اللي بيلعبوا ده الحرب؟ ايه الفعاليات الجديده اللي تتوقعوا ان هي تنزل الفتره الجايه؟ اكتبوا في التعليقات، كل واحد دلوقتي بيشوف الفيديو يكتب في تعليق ايه هو الفعالية او ايه هي الفعالية اللي هتنزل الفترة الجاية نتيجة الفراغ اللي انتوا شايفينه ده. يعني ده فراغ عظيم جدا جدا، مفيش اي فعاليات موجودة حرفيا، خلاص مجرد فعاليات رمضان والحاجات اللي كانت موجودة ايام العيد والحاجات دي كلها خلاص، الفعاليات دي كلها خلصت. تمام، ايه بقى الفعالية اللي جاية بعد كده؟ ده السؤال. السؤال التاني طبعا انا بسالكم السؤال ده علشان خاطر يعني احنا، انا ما عندتش يعني ايه، هعمل فيديوهات الشروحات بمعنى الشروحات، انا عندي هسالكم لان في ناس قد تكون، مش قد تكون، لا ده في ناس فعلا قديمه في لعبه نداء الحرب وعندها خبره كبيره جدا اكتر مني كمان في اللعبه. فاللي عنده خبره كافيه لا يبخل ويكتب في التعليقات ونتشارك سويا تلك المعلومات. ده شيء كويس جدا ان احنا نتشارك سويا المعلومات، لان مهم قوي انك تشارك اصدقائك في كل معلومة انت تملكها. طيب هنيجي بقى نتكلم على حاجة مهمة جدا تانية، وهي الخاصة بالشحن. لو انتوا دخلتوا على عروض الشحن هتلاقوا يعني 919 ارقام طبعا كبيرة جدا، 919، وهنا حزمة تانية ب 369 جنيه. يعني الحقيقة الحزم دي حزم، اللي طبعا اللي بيحب يشتري الذهب، الذهب هو مهم جدا، انتوا عارفين طبعا ليه، مش لازم اتكلم، الناس فاهمه الذهب مهم قد ايه وبيفيدها في الفعاليات قد ايه بمعنى اصح يعني. فمهم جدا انك تشتري حزم خاصه بالذهب علشان خاطر تقدر انك تعمل شغل كويس. كمان صندوق النمو الاستثماري من اهم الحاجات اللي تقدر تشحنها لو انت ليك في الشحن يعني. بس انا ما بنصحش انك تشحن في اللعبه دي، يعني خلي بالك انا لما بقول مثلا الحزمه دي افضل او الحاجه دي افضل انك تشحنها، ده مش معناه ان بقول لك اشحن، لا بالعكس، ده انا بعرفك ان اللعبه كلها شحن. يعني بص كل حاجه موجوده شحن، خصمك على كيفك والفرمان الخارق والبطاقات وفرمان السلطان والحاجات دي كلها وحزم السوبر، الحاجات دي مهمه جدا 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 وانت بتستفيد منها. يعني تخيل مثلا 18 جنيه اللي هو 1 دولار، تمام، بيجيب لك 5000 ذهب و10 مليون طعام و10 مليون نقد و2 في 800000 فولاذ و2 في 200000 نفط والكلام ده كله، والحزم متراكمه كل ما انت تزود الحزم بتزيد معاك. ولكن وفي هنا مزايا الذهب طبعا، لما انت بتشحن توصل ل50000 ذهب، بتحصل ايه؟ انك بتوصل تاخد جوائز عليها، بس جوائز ملهاش اي لازمه، بس الفرمان الخارق والفرمان العام والفرمان دي كلها مهمة جدا. تمام، يعني فرمان السلطان والفرمان العام ده حاجات من الحاجات اللي هي مهمة جدا. تمام، بتاخد كل الجوائز بتاعت الفرمان الخارق، لأن الفرمان الخارق ده مهم جدا وبيطور يعني قدراتك بسرعة. تمام، يعني هتلاقي هنا مثلا سباقة التيتانيوم وذهب، والذهب مهم جدا ومحفظة خاصة. عارفين كلمة السر في اللعبة ايه؟ كلمة السر الخاصة بلعبة نهاية الحرب الذهب. تمام، بس فقولوا لاصدقائكم ايه، يعني اكتبوا في التعليقات قولوا ايه هي الفعاليات الجديده متوقعين ان هي تنزل وساعدوهم. لان طبعا انا بصراحه مش عارف، يعني نتيجه الانقطاع لفتره طويله عن لعبه نداء الحرب، فمش عارف الفعاليات الجديده اللي نازله ايه. ولكن قولوا توقعاتكم ايه اللي ممكن فعلا ينزل الفتره الجايه، هل ممكن يحصل تحديث جديد، هل هناك نترقب من اداره اللعبه انها تنزل تحديث جديد وتنزل فعاليات جديده؟ من الوارد، بس احتمال يعني احتمال كبير برضو، يعني 50-50، 50-50. تمام، فاحتمال بنسبة 50%. تمام، ف
شكرا جزيلا على المتابعة، وأشكركم على متابعة القناة، واللايك والاشتراك في القناة ده مهم جدا، وطبعا بشكركم للمرة التانية على أنكم داعمين دائما لقناة ناتو عربية، وإلى لقاء فيديو قادم. كان معكم هشام العسكري.